نبداو عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه لاعب رجاوي ابن الدار يودعو مكونات الرجاء برساله مؤثره. وفي تفاصيل الخبر، ودع اسامه سكحان مكونات فريق الرجاء الرياضي امس الخميس برساله مؤثره. وجدت رساله سكحان اللي حمل الموسم الماضي قميص الدفاع الحسين الجديدي على سبيل الاعاره النحو التالي: رسالة وداع وشكر وتقدير هي تلك التي أكتبها وأنا خارج أسوار الرجاء، فريقي الذي ترعرعت بين أحضاني وتكونت على يد جيل ذهبي من المدربين والمسيرين. كتب لي اليوم أن أغادر النادي رغم أنني لم أبخل يوما في الدفاع عن قميص بل له الرجال منذ التأسيس. قد كنت أطمح كأي لاعب ابن فريقي وبيئتي أن يتوج رفقة نادي ببطولة أو كأس، وقد شاءت الأقدار أن نحقق المراد. وأشكر بالمناسبة كل الأطر التقنية والإدارية التي ساهمت في تكوين وتأثير أسامة سكحان، وأشكر الجمهور الرجوي الكبير على دعمه لي في كل مراحل حياتي الكروية. أشكر أيضا عائلتي الصغيرة والكبيرة على المساندة في السراء والضراء، وبالتوفيق للنادي العالمي. نادي سعودي يطلب ود لاعب الرجاء. وفي التفاصيل، طلب فريق سعودي ود لاعب رجاوي بعد تألق بقميص الفريق الأخضر في البطولة العربية. وحسب الصحفي الجنوب أفريقي لورنس كولر، فأندية سعودية مهتمة بالتعاقد مع لاعب الرجاء روجي أولو. وحسب الصحفي نفسه، فأولو منفتح على العروض وما كيعارضش الرحيل شرط موافقة فريق الرجاء اللي كيرتبط معه بعقد جدو في يونيو الماضي. وما أعلنش المصدر ذاته على هوية الفريق السعودي الراغب في انتداب اللاعب الرجاوي، وأكد أن اللاعب شأنه شأن اللاعبين أفارقة كتغريهم أموال الدوري السعودي، وماشي هي المرة الأولى اللي كتطلب أندية سعودية ود أولو، بل هذا الأمر سبق وحصل في الفترة اللي هدد فيها اللاعب مسؤولي الرجاء بالرحيل في حالة عدم صرف مستحقاته المالية قبل ما يستجب بودري لطلبه وجدد عقده لموسمين إضافيين. بنغيت يهدد باللجوء للفيفا ضد الرجاء. وأمه الجزائري عبد الرؤوف بنغيت اللاعب الحالي لفريق شباب بلوزداد الجزائري إدارة فريق الرجاء 10 أيام من تسوية وضعيته المالية، وهدد عبد الرؤوف بنغيت باللجوء للجنة النزاعات بالفيفا في حالة انقضاء المهلة دون صرف مستحقاته المالية لعلاقة بذمة المكتب المسير للفريق الأخضر. وكشف مصدر مسؤول أن المكتب المسير الرجاء تفاجأ من خطوة اللاعب الجزائري بحيث كان كيعتقد أنه تم فسخ عقده بالتراضي بعد التنازل على جزء مستحقاته المالية وتوصله الباقي. ووضح مصدر نفسه أن مسؤولي الرجاء غيحاولوا تسوية القضية بعيدا عن الفيفا لتفادي نزاع جديد من شأنه أنه يحرم الفريق الأخضر من انتدابات في أيام قليلة المقبلة. يشار أن كل من إلياس الحداد وأبجيل جبيرة وعمر العرجون هزموا الرجاء بلجنة النزاعات بالوصفة الاحترافية، ويكون الفريق الأخضر ملزم بتسديد 400 مليون سنتيم للاعبين. زامباور يرفض التوقيع لمهاجم كايزر تشيف الجنوب افريقي. وقرر الالماني جوزيف زامباور مدرب فريق الرجاء الرياضي عدم التعاقد مع المهاجم السربي سامير نوركوفيتش لاعب فريق كايزر تشيف السابق. ومقتنعش زامباور مدرب الرجاء مردود نوركوفيتش بعد ما خاض في طرق تجربة رفقة النصر الخضر خلال تواجده في السعودية للمشاركة في البطولة العربية. وقرر زامباور صرف النظر على التعاقد مع نوركوفيتش بسبب تراجع المستوى التقني والبدني للاعب، وذلك بعد غيابه عن المنافسة لمدة طويلة. ومن المنتظر باش يتحرك المكتب المسير الرجاء من أجل تدعيم جبهته الهجومية خلال الأيام القليلة القادمة استعدادا للموسم الكروي اللي غينطلق يوم 25 غشت الجاري. الوفد الجديد للرجاء يصل اليوم الى المغرب، ومرتقب باش يوصل لاعب مصري عمرو ورده المحترف فريق فاماغوستا القبرصي اليوم الجمعة المملكة المغربية، وذلك لانضمام فريق الرجاء في ميركاتو الصيفي الجاري. وكدت عدة منابر أن عمرو وردة حصل رسميا على تأشيرة دخول الأراضي المغربية، وذلك بعد ما توصل اتفاق مع الرجاء من أجل حمل قميصه لمدة موسمين رياضيين. ومن المنتظر باش يوقع اللاعب المصري اليوم في كشوفات الرجاء ويتم الإعلان رسميا على الصفقة المذكورة في الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتعاقد فريق الرجاء الرياضي خلال ميركاتو الصيفي الراهن مع 4 لاعبين، وكيتعلق الامر بكل من عبد الله خفيفي، يوسف بن العمري، هاشم دومينغو، بالاضافه لادم النفاتي في انتظار ضم لاعبين اخرين. 480 مليون سنتيم هي قيمة جديد عقد أنس نيتي مع الرجاء، وغيستافد أنس نيتي حارس مرمى فريق الرجاء من منحة كتقدر ب 180 مليون سنتيم لسنتين مدة عقده الجديد مع الفريق الأخضر.
وافق الحارس الرجاوي كيف سبق وشرنا على تخفيض منحة توقيعه رغم تألقه في الموسم الماضي استجابة لطلب مسؤولي النادي بسبب الأزمة المالية اللي كيعاني منها الفريق، وتنازل سنيتي أيضا على جزء من مستحقاته المالية اللي كانت عالقة بذمة الفريق الأخضر الجديد عقده وضمان استمراره مع النصول الخضر لسنتين إضافيتين، وكيتعتبر سنيتي واحد من أنجح الحراس في تاريخ الفريق الأخضر إتزان في التوجب أكثر من لقب في السنوات الأخيرة، كيبقى أبرزها لقب بطولة العربية الأندية البطالة بعد ما نجح في صد ضربات جزاء لاعبي اتحاد جدة السعودي وتوجوا النصور باللقب وضمنوا جائزة مالية بقيمة 6 ملايير سنتيم، وتمكن زنيتي من الحفاظ على رسميته منذ التحاقه بالفريق الأخضر، كما كان كيتعتبر الحارس الرسمي للمنتخب الوطني المحلي اللي توج معه بلقبين البطولة الإفريقية للاعبين المحليين بالمغرب والكاميرون. يشار أن أناس فضل جديد عقده مع الرجاء دون وكيله السابق، إذ فسخ العميد الرجاوي تعاقده معه ورفض إشراكه في الصفقة الجديدة عقده مع الفريق الأخضر تفاديا لتكليف خزينة الرجاء أي مبلغ إضافي. صفقة تبادلية تقرب مهاجم مراكشي من الرجاء، وكيصير فريق الرجاء الرياضي صوب إتمام تفاصيل صفقة تبادلية مع فريق الكوكب مراكشي للاستفادة من خدمات مهاجمه، واقترح الرجاء الكوكب مراكشي صفقة تبادلية بتسريح مدافع المهدي مشخشخ مقابل ضم المهاجم حمزة فوينتي، وكيحاول الرجاء عبر مفاوضاته للكوكب بتخفيض القيمة المالية المقترحة للاستفادة من جناح ممثل المدينة الحمراء، ومازال المفاوضات قائمة بين الفريقين قبل إغلاق الملف ظل تشبث الإدارة التقنية بقرارها بانتداب اللاعب مراكشي. وأكد جريدة الأخبار مصادر موثوقة أن إدارة الرجاء مهتمة بالتعاقد مع حمزة فوينتي خلال مركز الصيفي الجاري، يتم الاستعانة برضوان الحمر مدرب الكوكب واللاعب السابق الفريق الأخضر من أجل إقناع اللاعب بحمل قميص فريق الرجاء، وأبدى الرجاء اهتمامه بضم المهاجم المذكور من أجل سد الخصص اللي عانى منه الفريق الأخضر على مستوى خط الهجوم خلال الموسم الرياضي الماضي. يذكر أن حمزة فوينتي كيتعتبر هداف الكوكب المراكشي وساهمت أهدافه في حسم نقاط عديدة مكنات الفريق المراكشي من تحقيق الصعود من لواط القسم الاحترافي الثاني. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.